السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي طلاب ميدل 2، معاكم مستر اسلام. ان شاء الله الفيديو ده هنكمل فيه ليسن اوف ووتر، ليسن 4 اللي كان بيتكلم على الووتر. كنا خدنا اخر حاجة فيه البروبرتيز اوف ووتر، وخدنا فيزيكال بروبرتيز وكيميكال بروبرتيز. كانت الفيزيكال بروبرتيز ان الووتر عندها 3 ستيت، سوليد ليكويد جاز، كان نمبر 2 ان الووتر جود بولر سولفنت، كان نمبر 3 ان بيحصل هاي للبويلنج بوينت والفريزنج بوينت بتاعت الووتر، ونمبر 4 كانت الووتر بيحصل لها ايه اون فريزنج، تمام، كان بيحصل ديكريز للدنسي اون فريزنج. وخدنا كمان خاصيه واحده كانت كيميكال اللي هي الووتر عندها نيوترال افكت اون ليتموس بيبر، يعني الكلر بتاع الليتموس بيبر دازنت تشينج. فاحنا دلوقتي هناخد الخاصيه التانية اللي هي اسمها ايه، هيكون اسمها الكتروليسيس اوف ووتر. الكتروليسيس اوف ووتر يعني الووتر هيحصل لها تفكك بالالكتريسيتي. طيب اول حاجه عايز اعرفها هنا اسمه ايه الجهاز اللي هيعمل الوظيفه دي، اسمه هوفمانس فولتميتر. اسمه ايه؟ هوفمانس فولتميتر. الجهاز اللي هيعمل كده اسمه ايه؟ اسمه هوفمان فولتميتر. طيب انا عايز اعرف عنه شويه معلومات. اول حاجه لو جه قال لي انا عايز اليوز اوف هوفمانس فولتميتر، فانا اقدر اكتب له اليوز اللي فوق دوت اللي هو الكتروليسيس اوف ووتر، واقدر كمان اكتبها بطريقه تانية عشان لو جت في اسئله تانية، ان هو بيعمل ديكومبوز، هيعمل ديكومبوز للووتر، ديكومبوز ووتر باي الكتريستي، هيعمل ديكومبوز ووتر باي الكتريستي. بس هي مش اي ووتر يقدر يعمل لها ديكومبوز، قال لي لا ده لازم تكون اسيدفايد ووتر، لازم تكون اسيدفايد ايه ووتر. طبعا احنا اللي عايزين نعرف ليه البيور ووتر مش هتنفع وليه لازم اسيدفايد ووتر، ده سؤال جيف ريزون هنكتبه كمان شويه. يبقى اليوز اوف هوفمانس فولتميتر هو ديكومبوز ووتر باي الكتريستي. طيب احنا كمان عايزين نعرف الايكويجن، الايكويجن بتاعت الووتر. طبعا الووتر احنا عارفين هي بتتكون من ايه، هيدروجين وايه واكسجين، وهي عباره عن H2O، فهي اكيد بتتكون من هيدروجين واكسجين. طيب لما نيجي نعمل ايكويجن هنبقى نقول H2O الووتر هتبدا ان هي يحصل لها ديكومبوز وهتدينا H2 بلس O2، H2 بلس O2. طيب ليه واحد يقول لي ليه ما كتبناش H2 وكتبنا O بس؟ طبعا علشان هما الاثنين اكتف جاز، فما ينفعش ياخدوا غير في صوره دايتوميك. طيب كده الايكويجن طبعا بقت ايه؟ بقت نوت بالانس، فبالتالي بنروح نعمل بالانس. بما ان هنا في 2 اكسجين وهنا 1 بس، بزود 2 هنا قبل ال H2O، وهزود كمان 2 هنا قبل ال H، فبالتالي هيكون عندي كده بالانس في النمبر اوف اتوم. طيب بس كده الايكويجن ما خلصتش، انا قال لي لازم كمان تكتب على السهم كلمه الكترولايسيس، او ممكن نكتب الكتريسيتي بس، ونكتب كمان تحت H2SO4، نكتب كمان ان في H2SO4. هنعرف بردك ليه هنحط H2SO4. طيب يلا بينا نشوف الهوفمانس فولتميتر ده بيتكون من ايه بالظبط. قال لي الجهاز بتاع الهوفمانس فولتميتر ده بيتكون من 2 بولز. هوفمانس فولتميتر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 بولز. قال لي في عندنا بوزيتيف بول، بوزيتيف بول ده لازم يكون معمول له كنك كونكت بالباتري عند البوزيتيف بول اوف باتري، وفي كمان عندنا نيجاتيف ايه؟ في كمان عندنا نيجاتيف بول، يبقى احنا عندنا هوفمانس فولتميتر بيتكون من نيجاتيف بول وبوزيتيف بول. البوزيتيف بول احنا هنا هنسميه ايه؟ البوزيتيف بول احنا هنا هنسميه انود، هنسميه انود. وبالنسبه للنيجاتيف بول هنسميه ايه؟ هنسميه كاثود، هنسميه كاثود. يبقى احنا عندنا الهوفمانس فولتميتر ده اللي احنا لسه هناخد دلوقتي الستراكشر بتاعه، بيتكون مبدئيا من بوزيتيف بول اسمه انود ونيجاتيف بول اسمه ايه؟ كاثود. طيب تعال نشوف كده الجهاز اهو عباره عن ايه. قال لي اول حاجه الجهاز اللي قدامنا دوت هنبدا اللي احنا نحطه هنا في الجنب ده اسيدفايد ووتر، هنحط هنا اسيدفايد ووتر، وهنعرف ليه اسيدفايد ووتر مش بيور ووتر. وكمان عندنا في 2 بولز، هننزل تحت شويه عشان نشوف الباتري اهو ناحيه البوزيتيف اهي اللي اسمه بوزيتيف، ده اسمه ايه؟ انود. يبقى ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه انود، اهو هنكتبها بخط كبير.
والنيجاتيف بول دوت اسمه ايه؟ النيجاتيف بول اسمه ايه؟ كاثود، وهنكتبها كده بردك بخط ايه كبير. يبقى احنا عندنا الهوفمان فولتميتر بيتكون من تو بولز، واحد اسمه انود وده بوزيتيف بول، واحد اسمه كاثود وده نيجاتيف بول. طيب غير كده كمان احنا عاوزين نعرف لما هنبدأ نعمل كونكت الالكتريسيتي هو ايه بالظبط اللي هيحصل للووتر. عرفنا ان الووتر اللي هي H2O هتبدأ ان هي تتفكك لايه؟ لاكسجين والايه؟ والهيدروجين. لاكسجين والايه؟ والهيدروجين. اول حاجة قال لي ان الاكسجين هيعمل ايفولف ات ايه؟ انود. الاكسجين عمل ايفولف ات انود، لكن الهيدروجين عمل ايفولف ات كاثود. طيب انا ايش عرفني؟ ان هو ده اكسجين وان ده هيدروجين. لازم اللي انا اكون متاكد من الاجابه بتاعتي. قال لي او عشان تتاكد من الاجابه بتاعتك لازم تجيب ايه؟ بيرنينج سبلنت. هنجيب بيرنينج ايه؟ سبلنت. وهنروح نجيب البيرنينج سبلنت ده وهنحطه عند الاكسجين ونحط عند الهيدروجين في المكان ده كده بالظبط فوق، في المكان ده كده فوق. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما اروح اجيب البيرنينج سبلنت واقربه عند الاكسجين؟ الاكسجين هيعمل فيه ايه؟ مور جلوينج. الاكسجين هيعمل فيه ايه؟ مور جلوينج. لكن بالنسبه للهيدروجين فهو هيعمل ايه؟ الهيدروجين ده هيعمل ميكس بوب ساون. هيعمل ايه؟ بوب ساون. هيعمل بوب ساون. يبقى احنا دلوقتي عندنا في ديفايس اسمه هوفمان فولتميتر. الهوفمان فولتميتر ده اول حاجه عرفت ان اليوز بتاعه ان هو بيعمل ايه بالظبط. تمام، هو بيعمل ديكومبوز للاسيدفايد ووتر باي الكتريسيتي، بيفكك الميه بالالكتريسيتي. تاني حاجه عايزين نعرفها بالظبط هو عمل ايه الاكويجن بتاعته. تالت حاجه عايزين، هو بيتكون من تو بولز، واحد بوزيتيف اسمه انود، واحد نيجاتيف اسمه كاثود. وعرفنا ان الاكسجين هيروح فين؟ عند الانود. وعرفنا ان الهيدروجين هيروح فين؟ عند الكاثود. وده جيف ريزون ليه الاكسجين راح عند الانود وليه الهيدروجين راح عند الكاثود، هنقول عليه دلوقتي. طيب بس احنا ملاحظين حاجه، الفوليوم بتاع مين اكبر؟ يعني الجزء ده كده اللي انا هبدا اللي انا مثلا اعمله بلون مثلا الاورنج ده، ده كده الاكسجين، ده كده مين؟ الاكسجين. والجزء التاني ده الهيدروجين، ما هو الجزء الفاضي ده الجاز، ده كده الهيدروجين. طب مين اكتر؟ لقينا ان الفوليوم بتاع الهيدروجين هيكون هو الدبل بتاع مين؟ بتاع الاكسجين. فيبقى دي معلومه تانية عندنا، ان الفوليوم اوف هيدروجين، الفوليوم اوف هيدروجين هيكون الدبل، هيكون هو الدبل فوليوم اوف اكسجين. ليه هو الدبل؟ ولو جالي سؤال هقول له ايه؟ او ممكن يقول لي ان الريشيو بتوين الهيدروجين والاكسجين جاز الريشيو بينهم ايه؟ is 2 to 1. ليه الريشيو بينهم 2 to 1؟ برضه give reason. ساعتها هروح اكلمه على ايه؟ تمام، هكلمه على structure of water molecule. هقول له because الووتر، علشان الووتر دي consists of، بتتكون من 2 هيدروجين اتوم، بتتكون الووتر من 2 هيدروجين اتوم، وكمان بتتكون من ايه؟ من 1 اكسجين اتوم، وبتتكون من 1 اكسجين ايه اتوم. ده سبب ان الهيدروجين هو الدبل او ان الايه الريشيو 2 تو 1. طيب احنا لسه مكملين معانا في الهوفمان فولتميتر وعايزين نقارن مقارنه بين الهيدروجين والاكسجين. عايز اقارن بين الهيدروجين جاز وبين الاكسجين جاز. طب هنقارن في ايه؟ اول حاجه هنقارن في البول، كل واحد هيروح عند مين بالظبط. الهيدروجين دوت evolved at cathode، evolved at cathode ماشي، لكن الاكسجين ده evolved at anode، evolved at anode. طب الكاثود ده طبعا احنا عارفين هو نيجاتيف وان الانود ده هو بوزيتيف. طيب give reason بقى، هو ليه الهيدروجين راح عند الكاثود وليه الاكسجين راح عند الانود؟ قال لي علشان الهيدروجين ايون دول، الهيدروجين ايونز بيكون عنده ايه؟ الهيدروجين ايونز بيكون عندهم بوزيتيف تشارج، بيكون عندهم بوزيتيف ايه؟ تشارج. وطبعا على حسب الاتراكشن فورس البوزيتيف لازم يروح يعمل اتراكت عند مين؟ عند النيجاتيف بول. لكن بالنسبه الناحيه التانية الاكسجين ليه هو عمل ايفولفد عند الانود؟
قال لي لان الاكسجين دوت ايونز بتوعه، لان الاكسجين ايونز دول بيكونوا ايه؟ قال لي دول بيكونوا نيجاتيف تشارج، بيكونوا نيجاتيف تشارج، بيكونوا نيجاتيف ايه تشارج. يبقى احنا عندنا في تو جاز، واحد اسمه هيدروجين وواحد اسمه اكسجين. الهيدروجين ايفولف ات كاثود اللي هو نيجاتيف، والاكسجين ايفولف ات انود اللي هو بوزيتيف. كمان عرفنا ان الهيدروجين دوت بيروح عند الكاثود النيجاتيف ليه؟ عشان هو عنده بوزيتيف ايونز. لكن الاكسجين بيروح عند الانود البوزيتيف ليه؟ عشان هو نيجاتيف ايه ايونز. طبعا في وجه مقارنه تاني ما ننساهوش، ان لو احنا عملنا بيرنينج ماتش وعملنا له ابروش ليهم، هيبدا الهيدروجين هيعمل ايه؟ بوب ساون. لكن بالنسبه للاكسجين ده هيعمل ايه؟ الاكسجين هيعمل لنا هنا مور او انكريز جلوينج، هيزود الايه؟ الاشتعال. تعالى ناخد السؤال بشكل تاني خالص وناخده في صورة problem. بيقول لي ايه؟ if the volume of gas evolved at cathode equal 12 cubic centimeter, so volume of gas evolved at انود اللي موجود عند الانود هيكون كام بالظبط؟ طبعا هنروح عند الكاثود ده وهنقول ان الكاثود ده هو هيدروجين ما ننساش، والهيدروجين لو كان 12 فهو الهيدروجين ده هو الدبل. اما الاكسجين ده هيكون عند الانود، والاكسجين هو النص، يبقى هيكون 6 كيوبيك اي سنتيمتر. طب ناخد كمان سؤال بيقول لي اف ذا فوليوم of gas increase glowing، الجاز اللي بيزود الجلوينج equal 10 cubic centimeter، so the volume of gas، هو يسألني على الفوليوم ايه بتاع الجاز اللي هيعمل ايه؟ اللي makes bob sound، اللي هيعمل bob ايه؟ sound، هيكون كام بقى بالظبط؟ ده ساعتها هيكون كام؟ هروح كده اقول له increase glowing، ده يبقى انت قصدك بالاكسجين، والاكسجين ده لو 10 فاللي هيعمل بوب ساوند ده هيكون الهيدروجين، والهيدروجين ده هيكون هو الدبل، فبالتالي هيكون 20 كيوبيك سنتي متر. طيب احنا كمان من شويه قلنا عايزين نعرف سبب اللي احنا بنحطه H2SO4، فعندنا give reason بيقول لي ايه؟ بيقول لي add few drops of sulfuric acid ماشي to water in Hoffman's voltmeter، للwater in Hoffman's voltmeter. ليه احنا هنروح نضيف sulfuric acid للwater اللي موجودة في Hoffman's voltmeter؟ هنقسم السؤال هنا، هكتب because اهو هقسمه لجزئين. علشان البيور ووتر، علشان البيور ووتر دي عبارة عن weak ionized، هي weak ionized يعني هي بتتفكك بقوة ضعيفة جدا، يعني هي ضعيفة في التفكك، مش محتاجة اللي هي تتفكك بسرعة، هي بتتفكك بضعف. لكن بقى بالنسبة للأسيدفايد ووتر اللي احنا هنحطها، هنحط أسيد عليها، فقال لي ان الأسيدفايد ووتر دي هي good conductors of electricity، هي good conductor of electricity، وهو ده السبب اللي خلينا نحط اسيد على الووتر. احنا كده خلصنا البروبرتيز بتاعت الووتر، هنبدا بقى في الووتر بوليوشن. ووتر بوليوشن، الووتر بوليوشن اول حاجه عايزين نعرف الديفينيشن. قال لي الديفينيشن بتاعها كده باختصار هو عباره عن the change in the water properties، the change in the water properties effect on، فيؤثر على the health and life of living creature. طيب هو اساسا التعريف اكتر من كده، بيقول it is an addition of any substance to water causing the change in the water properties affect the health and the life of the living creature. يعني اي ماده ممكن اضيفها للووتر فتسبب تغير في خصائصها وتؤثر على صحة وحياة
المخلوقات. طيب احنا عندنا السورس بتاع الووتر بوليوشن عندي حاجتين، عندي اللي احنا هنقسم الموضوع بتاع السورس المصادر ده لنوعين، البوليوتنس عندنا المواد اللي هتلوث، يا اما ناتشرال يا اما ناتشرال طبيعية يا اما ارتفيشال طبعا عن طريق تدخل مين؟ الانسان. طيب خلينا الاول في الناتشرال، زي ايه؟ عايزين اكزامبل، زي فولكانيك اربشن، زي فولكانيك اربشن لو حصلت في جار بركاني طبعا ده ناتشرال. نمبر 2 مثلا ديث اوف ليفنج اورجانيزم، لو مات اي حد من الليفنج اورجانيزم اللي طبعا اللي هم ايه ليف ان ووتر. نمبر 3 زي اللايتنينج، زي مين؟ اللايتنينج اند ثاندر، اللايتنينج والثاندر اللي هو البرق والرعد. يبقى انا عندي الناتشرال بوليوتنس المواد اللي ممكن تعمل بوليوتنت للووتر، يا اما فولكانيك اوربشن لو انفجر اي فولكينو بجنب اي مصدر ووتر او كان جوه السي مثلا فيعمل بوليوتنس، ديث اوف ليفنج اورجانيزم، وكمان لايتنج. طبعا اللايتنج ازاي بيبدا يعمل ووتر بوليوشن؟ عن طريق اللي هو بيخلي النيتروجين رياكت مع الاكسجين ويكونوا نيتروجين اوكسايد، ويبدا دوت يعمل فول اون ذا ووتر سيرفيس وبعد كده يعمل تلوث. بس النقطه دي مش علينا يعني، انا قلتها للتوضيح. اما الارتفيشال دوت فطبعا عن طريق حاجات كتير جدا، من ابسط الحاجات ديت ثروينج فاكتورز ويست ان ووتر، لو احنا رمينا مخلفات المصانع في السي في الاوشن في اي مكان ده يعمل artificial pollution. طب زي مين كمان؟ overuse يعني استخدام زائد للانسكتسايدز اللي هي المبيدات الحشرية and fertilizers، والfertilizers دي اللي هي الاسمدة الايه الكيماوية. ايه بردك ايه الحاجات دي كمان؟ ايه number 3 لو عملنا كمان burning لكول اور اويل، اويل هنا مقصود بيها البترول، لو احنا عملنا بيرنينج للكول او الاويل ده هيسبب لنا ايه؟ هيسبب لنا طبعا اللي هو هيدينا كربون ديوكسيد كتير، والكربون ديوكسيد ده لما هيبدا ان هو يطلع فوق عند السحب هيكون اسيديك ايه؟ هيكون لي اسيديك ري. يبقى انا عندي البليوتنس الملوثات بتاعه الووتر يا اما ناتشرال واعرف زي ايه، يا اما ارتفيشال واعرف زي ايه. طيب انواع البوليوشن بتاعه الووتر 4 types of water pollution هما 4 types. هنبدا بنوع نوع، اول نوع عندنا هو biological pollution. طب ازاي هيحصل البيولوجيكال بوليوشن ده؟ ali by mixing animals and human wastes with water. لو حصل اي ميكس للانيمال او الهيومن ويست مع الووتر ده طبعا هيعمل ايه؟ بيولوجيكال بوليوشن. وده سؤال وات هابن، لكن بالظبط ايه اللي هيحصل؟ هقول ان هو ده cause many disease هيسبب امراض ايه كتيره جدا. زي ايه بقى الامراض ديت؟ تعالى ناخد عندك كده، قالك زي البلهارسيا زي كمان التايفود هو بالعربي اسمه كده، زي كمان الهيبيتيتس ديت عبارة عن ديتيز ممكن اللي هي تحصل لو حصل ميكسنج للانيمال والهيومن ويستز والووتر. يبقى معنى كده عندي السؤال الاولاني ده وات هابن، وهتكون اجابته ايه؟ السؤال اللي تحت cause many diseases like بلهارسيا تايفود اند هيبيتيتس. طيب احنا كمان عندنا النوع التاني بقى من البوليوشن اسمه radiant pollution. اسمه ايه؟ radiant pollution. وهناخده معايا النوع التالت بالظبط اللي هو اسمه ايه النوع التالت؟ اسمه thermal pollution. طب ليه احنا خدنا النوعين دول مع بعض؟ التلوث الاشعاعي والحراري، لان هما بيجوا من نفس الايه؟ من نفس المصدر. هما الاتنين produce from nuclear reactor هما الاتنين بيجوا من المفاعل النووي. طيب الراديانت بوليوشن ده بيجي ازاي بالظبط؟ قال لي ده بيجي عن طريق اللي احنا بنعمل دمب، يعني بندفن الاتوميك ويست
in ocean or sea. لما يروحوا الناس يدفنوا مخلفات الاتوم اللي طالعة طبعا من نيوكلير رياكتور في الاوشن او الايه او السي. طيب ده كوز ايه؟ لو السؤال ده جالي في وقتها مين هقول له هيعمل راديانت ايه بوليوشن. طب ده يعني بيحصل ازاي بالظبط؟ نتيجة طبعا ان هو هيحصل تسريب ليكج اوف راديو اكتيف اليمنت، هيتسرب العناصر المشعة وبالتالي ديت هتبدأ ان هي تعمل بوليوشن للووتر ايه كله. لكن بقى بالنسبة للثيرمال بوليوشن، طبعا احنا عارفين ان النيوكلير رياكتور بيحتاج ووتر عشان تعمل له كولينج، فالووتر دي هتسبب ايه؟ هتسبب انكريز للتمبريتشر. لو زادت التمبريتشر بتاعتها increase temperature of an increase temperature of water used in cooling، المية اللي بنستخدمها في التبريد. طبعا تبريد مين؟ تبريد المفاعل النووي نيوكلير رياكتور. دي بتبدأ تعمل ايه بالظبط؟ قال لي دي هتعمل cause لديس of living organism living water، دي هتموت كل الكائنات الحية اللي عايشة فين؟ في المية. ليه بالظبط؟ لان هي طبعا بتعمل سيبريت، لان هي بتعمل سيبريت للاكسجين اللي ديزولف ان ووتر، فبالتالي ان الكائنات دي مش هتقدر تسحب الاكسجين اللي في الووتر فهتموت، مش هتلاقي حاجه تنفس منها. يبقى احنا دلوقتي عندنا في تو تايبس اوف بوليوشن نمبر، في خدنا 3 كمان. نمبر 1 اللي هو البيولوجيكال، ده خدناه خلاص ان هو باي ميكسينج انيمال اند هيومن ويست. نمبر 2 نمبر 3 راديانت بوليوشن و thermal pollution، هما الاتنين produced from nuclear reactor. ايه اول حاجة عرفناها؟ ان ال radiant ده بيجي عن طريق ال dumping لل atomic waste in ocean and sea، وده بيتبعه انه بيحصل leakage لل radioactive element. اما بالنسبة لل thermal pollution، قالي بيحصل increase لل temperature بتاعت ال water واللي بنستخدموها في ال cooling بتاع nuclear reactor، وده هيسبب this living organism. فاضل لنا نوع واحد في البوليوشن نمبر 4، ده من اهم الانواع، اسمه ايه؟ كيميكال بوليوشن. اسمه ايه؟ كيميكال بوليوشن. طيب ازاي هيحصل كيميكال بوليوشن؟ باي ديسشارج اور ثروينج فاكتور ويستس مخلفات المصانع، اور سويج دي اللي هي مين؟ صرف الصحي. طبعا لو عملنا throwing للفاكتورز ويستس اور سويج، طبعا اكيد في الاوشن او السي او الريفر او الكنال، ده بيبدا يسبب لي ايه؟ كيميكال بوليوشن. طيب هيسبب كيميكال بوليوشن على حسب الماده. فاحنا عندنا ثلاث مواد كيميائيه بتعمل تلوث، الليد والميركوري والارزانيك. ليد وميركوري وارزانيك. انا عايز اعرف لو جالي وات هابن ومثلا ايتينج فيش هاي كونسنتريشن اوف ليد هيحصل لي ايه؟ قال لي فالليد ده دايما هيعمل كوز ديس اوف برين سيل، هيحصل ديس للبرين ايه؟ للبرين سيل، ديس للبرين سيل. اما الميركري ده هيسبب ايه؟ كوز بلايندنس. اما بالنسبه للارزانيك ده هيعمل كوز لايه؟ كوز ليفر كانسر. يبقى انا عندي في 3 chemical substances ممكن تعمل لنا بوليوشن، هي الليد والميركري والارزانيك. ليد وميركري وارزانيك. الليد لو وصل لنا عن طريق الفيش فده هيسبب لنا ديس برين سيل، الميركري لو وصل لنا عن طريق درينكينج ووتر هيسبب لنا بلايدنس، والارزانيك كمان هيسبب ليفر اي كانسر. يبقى انا عندي 4 تايبس اوف بوليوشن: بيولوجيكال، راديانت، ثيرمال، وكيميكال. اعرف الاضرار والامراض اللي بتطلع من كل واحد. اخر حاجه عايزين نعرفها how to protect water، ازاي نحمي الووتر from pollution. طبعا هنا في حوالي 5 نقط احنا ممكن نحفظ منهم 2 او 3، زي مثلا نمبر 1 مثلا ممكن نقول له مثلا don't throw، محدش يرمي ايه؟ ولا factor wastes ولا مخلفات مصانع، ولا dead animal body،
ولا أجسام ميتة حيوانات ولا كمان or switch ولا كمان صرف صحي in water. ده كده أول حاجة لو ما اتعملتش هتحمينا من ال water pollution. طيب زي ايه كمان؟ مثلا ممكن نقول مثلا اللي احنا نعمل مثلا don't use drinking water, don't use drinking water of tank من الخزانات اللي هي بتبقى above the roof of building, ما نستخدمش مية شرب من الخزانات. في كمان مثلا devolving water station purification, ممكن نطور محطات تنقية المية. كمان ممكن نعمل increase لل awareness spreading, يعني نعمل نشر ونزود النشر بتاع الوعي البي environmental awareness. وممكن بقى اهم حاجة عندنا النقطة اللي جاية دي اهم حاجة نركز فيها شوية. بيقول لي don't store tap water, ما تخزنش المية بتاعت الحنفية in plastic bottle, in plastic bottle of mineral of mineral water. يعني البوتل بتاعت المينرال ووتر الماء المعدنية ما ينفعش نعمل فيها ستور لمين؟ لتيب ووتر. ليه؟ السؤال ده سواء جيف ريزون او سواء وات هابن هقول له علشان بيكوز هيحصل ايه؟ ان الكلورين بيكوز كلورين هيعمل رياكت with plastic. الكلورين هيعمل رياكت with بلاستيك. الكلورين هيعمل رياكت مع مين؟ مع البلاستيك. ولو الكلورين عمل رياكت with بلاستيك ده كوزنج هيسبب لنا ايه؟ هيسبب لنا كانسر. يبقى لو جالي سؤال وقال لي don't store tap water in plastic bottle of mineral water, هقول له ان الكلورين هيعمل رياكت مع البلاستيك وبعد كده هيسبب كانسر. وده كان اخر جزء معانا في lesson 4 او unit 1 كلها على بعض الwater pollution. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.